ذكرى الاستاذ عبد المجيد نعمان. اه واحنا بنتكلم على العظماء والتكريم واحنا والوفاء، واحنا بنتكلم على الشموع، واحنا بنتكلم على القيم، واحنا بنتكلم على واحد هذا الاسبوع حلت ذكرى رحيله، كان في مايو او في ابريل 25 ابريل 2002، رحل عن عالمنا شيخ شيوخ النقاد الرياضيين، واحد كلامي عنه كتير جدا مش هيفي حقه، لكن نشوف هذا التقرير في ذكرى الكابتن عبد المجيد نعمان. في 24 من أبريل عام 2002 كان موعد رحيل الفارس نعمان في ذات تاريخ ذكرى تأسيس الكيان، تاركا خلفه تاريخا لا يطويه النسيان. هو أستاذ الأخلاق الصحفية ورائد الصحافة الأمينة النقية، المحارب واللاعب والحكم والصحفي، إنه عبد المجيد نعمان شيخ النقاد الرياضيين الذي مر على رحيله 19 عاما، تاركا خلفه تاريخا يحكى، وعن تاريخه نحكي. ولد شيخ النقاد الرياضيين عبد المجيد نعمان في 18 أبريل عام 1915 بقرية دلجة بمحافظة المنيا. تقلد العديد من المناصب بالقوات المسلحة ونال شرف الدفاع عن الوطن في حرب فلسطين عام 48، كما شارك في حرب 56. وخلال مسيرته العسكرية حصل على العديد من الأوسمة والنياشين، منها نوط الجدارة الذهبي، نيشان النيل من الطبقة الخامسة، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، نوط الامتياز من الطبقة الأولى. على المستوى الرياضي لعب عبد المجيد نعمان بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومثل منتخب مصر العسكري، ثم اتجه لمجال التحكيم وأصبح حكما دوليا عام 55، ثم رئيسا لاتحاد الكرة المصري عام 57، ثم عضوا باللجنة الأولمبية المصرية عام 71، ووكيلا لاتحاد الكرة عام 78. على الصعيد الصحفي شغف نعمان بالصحافة، ولأجلها ترك العمل بالقوات المسلحة ليبدأ رحلته الصحفية بالعمل في جريدة الجمهورية بمؤسسة دار التحرير، وكان له الفضل في إنشاء القسم الرياضي بصحيفة المساء عند بداية ظهورها عام 56، وظل رئيسا للقسم الرياضي بالصحيفة حتى انتقل إلى مؤسسة أخبار اليوم عام 65 ليترأس تحرير الرياضة بها، كما تولى رئاسة تحرير مجلة الأهلي عام 81 وحتى وفاته. وخلال تلك الفترة في المجال الصحفي تقلد نعمان منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين الأفارقة عام 70، ثم أمين عام اتحاد الصحفيين العرب عام 76، وتخرج على يديه عشرات الصحفيين النابهين. على الصعيد الإنساني ارتبط عبد المجيد نعمان روحيا بالراحل العظيم صالح سليم، حتى أن قلبه لم يحتمل إشاعة كاذبة بوفاة المايسترو ليفارق على إثرها الحياة. وعلى الجانب الآخر يتم إخفاء خبر وفاة نعمان عن المايسترو الذي كان يعالج في لندن، ثم يرحل المايسترو بعد نعمان 15 يوما. وهكذا رحل نعمان وهو لا يعلم أن صالحا كان حيا، ورحل صالح وهو لا يعلم أن نعمان قد مات.